تقود لمياء سيارتها بسرعة 70 كيلومتر في الساعة، وقد لاحظت أن هناك علاقة تربط المسافة بالزمن، عبرت عنها بهذه العلاقة: سين الزمن وعين السرعة. كويس؟ مثل منحنى الاقتران عين بيانيا عادي، 70 سين سهل جدا، أنا بمثلها على المنحنى هنا 70 سين، بس بعمل 70 اكس، طيب هيك راح يطلع. اوكي، اللي بعديها انتم طبعا جوزوا جدول وعملوها بالطريقه اللي انتم تعلمتوها. كون احمد جدول، لا تكتشف الخطا في الجدول كون احمد، واكتب الصواب. خلينا نشوف والله. حط واحد مكان السين، صارت 4 ناقص 2 في 1 2، اذا هاي صح ما عنده مشكله. اذا النقطه هي غلط، مش 2 1، هي 1 و2، لانه السين 1، السين هي المجال. الجواب طلع قديش؟ طلع 2، اذا 1 و2، اذا هاي غلط. يلا خلينا نجرب نشوف الثانيه. 4 ناقص، هنا راح تكون 4 ناقص 2 ضرب سالب 2، اذا هي عباره عن 4 زائد 4، لانه سالب 2 ضرب سالب 2 بيطلع موجب 4 بيطلع 8، اذا هاي غلط كمان. اذا هي 8، وبرضه هاي راح تكون غلط، اذا هي سالب 2 و8. حط صفر، يلا حط مكان سين صفر، خلينا نشوف هلا ايش بيطلع معانا. راح تكون هيك، ص تساوي 4 ناقص 2 ضرب صفر، 4 ناقص صفر 4، اذا هاي صح. 4 وصفر غلط، هي صفر و4. مرة ثانية بنأكد ان ناخذ المسقط السيني او الاحداث السيني بالاول بعدين الاحداثي الصاعدي. يلا، تسير حافلة سياحية بسرعة منتظمة قدرها 60 كيلومتر في الساعة. إذا كانت الحافلة ستصل وجهتها الأولى بعد مضي 4 ساعات، حيث يبلغ سائق الحافلة عن المسافة التي يقطعها كل نصف ساعة. كل نصف ساعة قديش قطع مسافة؟ تطبيقا للإجراءات الأمان المتبعة في شركات النقل، كون جدولا يمثل علاقة بين الزمن والمسافة لإدخال الحافلة كل نصف ساعة، ثم مثلها بيانيا. يعني بدنا نعمل جدول كويس زي هيك. شو بدنا نحط في هذا الجدول؟ يلا اكيد صرتوا عارفين شو لازم تحطوا بالجدول. هون شو بقول لك؟ هو علاقة تمثل بين الزمن والمسافة، اذا سين راح نعتبرها الزمن، وصاد راح نعتبرها المسافة. في ناس بيكتبوا الزمن نون او زين والمسافة فا، بصير الرموز مش قضية. هسا سرعة السيارة منتظمة قديش؟ يعني كل ساعة بتقطع 60 كيلومتر. طيب في اللحظة صفر بتكون قاطعة قديش المسافة اللي قطعتها؟ صفر. ليش؟ لأن بعدها ما مشت. الآن بعد نص ساعة قديش لازم تكون قاطعة؟ خلينا نفكر. بعد نص ساعة هي بالساعة بتقطع 60 كيلو، إذا النص ساعة بتقطع قديش؟ 30 كيلو، لأنه هي تقطع 60 كيلومتر في الساعة. ايش يعني 60 كيلومتر في الساعة؟ يعني كل ساعة 60 كيلو، بنص ساعة بتقطع 30، يعني بعد ساعة بتقطع 60. طب بعد ساعة ونص قديش بدها تقطع؟ شو قاعد بزيد؟ قاعد بزيد 30، إذا راح تقطع 90 كيلو. طيب بعد ساعتين كل مرة بزيد نص في السينات، هون بزيد 30 في الصادات، قديش بدها تقطع؟ يلا زيد كمان 30، 120 كيلو. في الساعتين ونص راح تقطع قديش؟ يلا زيد 30، صار 150. الثلاث ساعات راح تقطع قديش؟ 180. الثلاث ساعات ونص رد زيد 30 تطلع 210. الاربع ساعات زيد 30 بصير 240. اذا السيارة بتكون قطعت 240 كيلومتر في الاربع ساعات. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هاي اول شيء بدنا نكتب قاعدة كويس، اول شيء كون جدول. سوينا الجدول، كل نص ساعة مثلها بيانيا، سهل جدا نمثلها بيانيا. يعني هاي ممكن نروح على الرسم هون ونمثل القيم اللي هي صفر وصفر، نروح هون بس عشان يصير علينا سهل التمثيل. يلا ناخذ نقاط نمثل صفر وصفر، هاي صفر وصفر. بعديها ايش كانت عندنا؟ نص وايش؟ هيها نص و30، نص و30. طب مش طالعه 30؟ نخليها تطلع. شوف اذا هنا نقطة مهمة جدا في المحاور الاحداثية، ليس بالضرورة ان تكون المسافات تقطيعة، يعني سكيل تاع السينات ونفس السكيل تاع الصادات. يلا هسه بدنا نعمل اللي هي نص و30،
نص و30 معناته راح تيجي النقطة هون، طلع نص وهاي 30، هاي النقطة الثانية. اللي وراها تجي 61، هاي 61. اللي بعديها 1.5 و90، 1.5 و90، وهكذا. وبعدين شو بنسوي؟ بنجيب خط مستقيم يمر بهذه النقاط هيك. طبعا هون ما له معنى السالب، يعني احنا بس رح ناخذ الجهة الموجبة فقط من المنحنى، لانه احنا الزمن مش ممكن يكون سالب. فلو بدنا نمثلها الصحيح مش راح امثلها بخط مستقيم، راح امثلها بشعاع، زي شعاع زي هيك. يعني بدي اطلع فيها هون من عند صفر وامشي هيك، خلص اشي زي هيك، لانه هذا الاقتران مش ممكن يكون في السوالب، راح يكون بس في الربع الاول من المحاور الاحداثيه. طيب اكتب قاعده، القاعده التي تمثل البيانات المعطاه. كيف بدنا نسويها؟ شوف هسه، يا بتفكر فيها على نمط وتكون له قاعده، يا اما بتفكر فيها زي ما فكرت قبل شوي، انه مفترض انه هو اقتران خطي، اذا هو قاف س بتساوي الف س زائد باء، وعندي صفر وصفر، اذا بحط مكان س صفر قاف الصفر تساوي صفر، يعني هون بدها تطلع صفر. العوض محل س صفر بصير الف في صفر زائد باء، ومنها باء تساوي صفر. اذا هاي اول وحده خلصنا منها، اذا الباء تساوي صفر خليها ببالك، او اذا بدك الغي الباء خلص، ما هي باء صفر. اذا قاعده الاقتران لازم تكون من هذا النوع، قاف س يساوي الف س. الان خلينا ناخذ واحده منهم، ناخذ هاي السهله. اذا قاف الواحد تساوي 60، اذا نحط واحد الف، اذا الف تساوي 60، الف في واحد تساوي 60، يعني الف تساوي 60، يعني قاعده الاقتران راح تكون 60 س. وبنقدر نتحقق انها صحيحه ولا لا، ان نجرب القيم اللي احنا سويناها. طيب ما الوقت اللازم، يعني س، ما الوقت اللازم يعني الزمن س، حتى تسير الحافله مسافه 300 كيلومتر؟ يعني بده صاد، يعني بدنا س قديش لما كانت صاد 300 هيك عادي على القاعده. يعني قاف س هي صاد، ماشي، قاف س هي صاد، يعني احنا طلعنا القاعده تساوي 60 س. هون ما بنقعد نجرب ولا بنمشي على النمط، خلص المسافه 300 بدنا الزمن قديش، قسم على 60، اذا س تساوي 300 تقسيم 60، اختصر بيطلع 5، اذا بدها 5 ساعات. اختر زوجا مرتبا يقع على منحنى العلاقة عدا الأزواج المستخدمة في التمثيل، قدم وصفا لفظيا له. يعني كيف؟ يعني أنت أعطيني زوج غير هذول الأزواج. يعني مثلا لو حطينا مكان س 10 صاد قديش بتطلع؟ بتطلع 600. شو يعني هذا؟ طب هذا الكلام يعني في عندي زوج مرتب اسمه 10 و600، يعني 10 ساعات، بعد 10 ساعات سيكون تكون السيارة قد قطعت مسافة 600 كيلومتر. هذا مهم هذا السؤال، حلو. يلا خصائص الاقتران الخطي، نستقصي خصائص الاقتران الخطي. يلا اعتمادا على الشكلين الآتيين أجب عما يلي. اكتب نقطة تقاطع منحنى الاقتران كاف اللي هو هذا مع محور السينات، إذا هذه النقطة قصده. هذه يا جماعة بسموها المقطع السيني. طبعا نقطة التقاطع هي ثلاث. لا بس احنا نقطة، هو بقول نقطة تقاطع، إذا غلط أقول ثلاث، إذا بقول ثلاث وصفر، لأنه النقاط اللي على محور السينات بكون الإحداث الصادي تعالج أو صفر. طيب اكتب نقطة تقاطع من حالة تران كاف مع محور الصادات، يعني قصده عن هاي. بس غلط أقول سالب اثنين، فبقول صفر وسالب اثنين، لأنه النقاط الواقعة على محور الصادات بكون إحداثياتها صفر وعدد. يلا خلينا نشوف نقطة تقاطع المنحنى هذا مع محور السينات عند هاي النقطة. هاي شو راح نقول؟ واحد وصفر. هون شو بنقول؟ صفر وأربعة. إذا مقطع السيني، المقطع الصادي، من النقاط المهمة جدا في معرفة سلوك الاقتران أو خصائص الاقتران الخطي. طيب إذا علمت أن كاف س يساوي هذا المقدار، هو 2 على 3 س ناقص 2، فجد كاف صفر. ايش يعني كاف صفر؟ يعني عوض مكان س صفر. 2 على 3 ضرب صفر ناقص 2 ويساوي سالب 2. س حيث كاف س يساوي صفر، ايش يعني حيث كاف س يساوي صفر؟ يعني بدي احط مكانها صفر. يعني صفر تساوي 2 على 3 س ناقص 2، وحل معادلة عشان اطلع قيمة س. بضيف 2 للطرفين،
إذا 2 بيساوي 2 على 3 س، بضرب الطرفين في النظير الضربي اللي هو 3 على 2، وهون ضرب 3 على 2 عشان أتخلص من المعامل س. إذا هون بصير عندي 3، هذه بسهولة بقدر أطلعها. إذا الأولى هي اللي تمثل المقطع السين، يعني لما سين صفر، عفوا هاي الأولى تمثل المقطع الصادي، آسف المقطع الصادي، يعني إذا بتطلع المقطع الصادي عوض مكان سين صفر في قاعدة الاقتران. إذا بتعرف المقطع السيني عوض مكان الاقتران صفر وطلع قيمة سين، نطبق عليها بتصير سهلة. يلا حدد المقطع السيني والمقطع الصادي. المقطع السيني يعني أين يقطع المنحنى أو الخط المستقيم محور السينات، هاي قاطعها، يعني بجوز هاي نص، إذا هي نص وصفر، أنا هيك بشايفها يعني. والمقطع الصادي اللي هي هاي النقطة اللي راح تكون صفر وواحد. لاحظ كيف المقطع الصادي لازم يبدأ بصفر، المقطع السيني بيبدأ بعدد وبينتهي بصفر. يلا هون مقطع سيني، ما فيش مقطع سيني، ما في له مقطع سيني، بس في له مقطع صادي هو صفر وأربعة. إذا الاقتران هذا ما له مقطع سيني. شوف هون معطيك الرسمة فبسهولة شفتها. إلا لو أعطاني قاعدة الاقتران بهذا الشكل، كيف بدي أعرف المقطع السيني والمقطع الصادي؟ شوف المقطع السين ايش بعمل؟ بعمل بحط صاد صفر، انتوا بدل ميم سين اشطبوا ان هذول حطوا صاد هيك كويس، فصارت صاد تساوي 3 سين زائد 12. المقطع السيني حتى اوجده ضع مكان صاد تساوي صفر، او بلغه ثانيه احسن عوض مكان صاد بصفر، يعني ضع صاد تساوي صفر. يلا صاد تساوي صفر، ايش بيطلع عندك؟ صفر تساوي 3 سين زائد 12، 3 سين زائد 12، وحل المعادله، سالب 12 للطرفين بصير سالب 12 يساوي 3 سين، قسم على 3، اذا سين تساوي سالب 12 على 3 ويساوي سالب 4. اذا المقطع السيني ان نضع صاد تساوي صفر في العلاقه، وبحسب قيمه سين اللي بتطلع معي طلع قد ايش؟ سالب 4. اذا هذا المنحنى سيقطع محور السينات عند سالب 4 وصفر. طيب كيف بنجيب المقطع الصادي؟ بنحط سين صفر. المقطع الصادي شو بنعمل؟ بنحط سين صفر. المقطع الصادي نضع صاد صفر، سين صفر آسف، نضع سين صفر معناته عوض مكان سين صفر، يعني طلع ميم الصفر ايش تساوي؟ 3 ضرب صفر زائد 12 ويساوي 12. إذا راح يكون صفر و12 المقطع الصادي. يلا نفس الكلام بالنسبة لسؤال أربعة. المقطع السيني ضع صاد صفر، يعني صفر يساوي واحد ناقص اثنين على ثلاث سين، وبنحلها. المقطع الصادي ضع سين صفر، فيعني واحد ناقص اثنين على ثلاث ضرب صفر يساوي صاد، ومنها صاد تساوي واحد، معناته راح يكون صفر وواحد، وهذيك أنا بترك لكم إياها تحسبوها لحالكم. يقطع منحنى الاقتران لا محور السينات ومقطعه يساوي نص، إذا راح يقطع في إيش؟ في نص وصفر. بينما يقطع محور الصادات في النقطة صفر وواحد. شوف كيف يعني لما أقول مقطع صادي يعني صفر وواحد، صفر وعدد، مقطع سيني عدد وصفر، هاي قاعدة دائما هيك شغالة. خلص هذول كلهم حليناهم، ما في داعي نحكي فيهم.